أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول أو تقول: عندي عمة ماتت وكانت لا تصلي ولا أدري لماذا هي لم تصلي، هل يجوز أن أحج عنها لعل وعسى أن يغفر الله لها؟ إن كنت تعلمين أن تارك الصلاة بخلل في عقلها فعند الإدراك فلا بأس، أما إن كنت لا تعلمين أن تركت الصلاة لعذر منعها من الصلاة فلا تستغفرين لها ولا تدعين لها، لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافرا الكفر المخرج من الملة، إلا إن كنت تعلمين أنها خلت العقل تركت الصلاة لأن ما عندها عقل ولا عندها إدراك فلا بأس، هذا عذر لها عند الله عز وجل.